السلام عليكم. الأغلبية فيكم كيلقى الفرق ما بين عدد المبيعات اللي عنده في السوق ماشي هو عدد المبيعات اللي عنده في الفيسبوك. علاش؟ لأنه ملي كتستعمل البيكسل فأنت في هذه الحالة كتعتمد على التتبع ديال الناس اللي دخلوا عندك للسوق من خلال لي كوكيز ديال المتصفح، لأنه البيكسل كيعتمد على الاتصال ما بين الفيسبوك والمتصفح ديالو. يعني في هذه الحالة ملي الشخص اللي كيدخل عندك للسوق يعني كيمسح لي كوكيز ديال المتصفح أولا كيتيليشارجي واحد الاكستنسيون ديال الاد بلوك، فالبيكسل في هذه الحالة ما كيقدرش أنه يتركيها ولا يتبع الخطوات ديالو في السوق ديالك. داكشي علاش كيبان لك هذا الفرق ما بين عدد المبيعات في الفيسبوك وفي السوق ديالك. هنا كيجي الدور ديال الكونفرجن اي بي اي اللي كيعتمد على الاتصال ما بين الفيسبوك والويب سايت ديالك او الستور ديالك. يعني واخا الشخص اللي دخل عندك واخا يكون مسح لي كوكيز في المتصفح ديالو او اللي عنده الاد بلوك، فالبيكسل في هذه الحاله كيقدر انه يديتيكتي يعني الشخص اللي دخل عندك للستور وكيكون عندك يعني نفس عدد المبيعات اللي كيكون عندك في الفيسبوك هما عدد المبيعات اللي كيكون عندك في السوق. فوالا دونك من دابا واحد شويه نوريكم كيفاش انكم تانستاليو هذا كونفرجن اي بي اي بالنسبه للناس اللي خدامين بيوكان. ولكن قبل ما تنساوش انكم تابوناو في القناه، خليو ليا كومونتير في التحت الى عندكم شي تساؤل، ودوزو عندي الانستغرام راه كنبارطاجي فيه بزاف ديال المواضيع. فوالا دونك كتدخلوا للستور ديالكم في بيوكان اللي هو هذا، كتمشيو للابس كتكليكيو عليها، دونك كتجيو لهذا الفيسبوك كونفرجن اي بي اي كما كتلاحظوا هنا، دونك كتكليكيو على كتانستاليو. فوالا ولا من بعد ملي كيتانستال كتكليكيو على جيت ستارتد. فوالا دونك كطيح لكم هذه الواجهه هذه، من بعد كتكليكيو على جيت ستارتد. فوالا دونك كطيح لكم هذه الواجهه هذه، هنا كديروا الاداكونت يعني النيم. فوالا دونك لو نون ديال الاداكونت ديالكم، السميه ديال الاداكونت. فوالا هنا كتكوليو يعني الفيسبوك اولا البيكسل ديالكم. دونك ملي كتجيبوا الكود ديال البيكسل كتمشيو للبيزنس مانجر اللي هو هذا. فوالا كتكليكيو على داتا سورسز، من بعد كتمشيو للبيكسل. فوالا من بعد كتكليكيو على اوبن ان ايفنت مانجر. من بعد كتمشيو للسيتينغز. فوالا كما كتلاحظوا هنا هذا هو الكود ديال البيكسل ديالكم، كتكليكيو عليه راه كيتكوبا. كنرجعوا للستور ديالنا كالكوليو الكود ديال البيكسل هنا. فوالا من بعد كترجعوا ثاني للبيزنس مانجر ديالكم، كتهبطوا لتحت. فوالا كتمشيو لهاد دونك كتمشيو لهاد السيت اب مانيوال كما كتلاحظوا هنا، كتكليكيو على جينيريت اكسس توكن، كتكليكيو عليه. فوالا كيطيح لكم هاد الكود هذا، كتكوبيو كتكليكيو عليه راه كيتكوبا. من بعد كترجعوا ثاني للستور ديال يوكان كتكوليو هنا. فوالا ها هو الكود ديالنا تكوبا. دونك فوالا انا كتختاروا ليفنت اللي بغيتو، دونك حنا اختارينا بيرتشيز، ومن بعد كتكليكيو على سيف. فوالا دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى انه يعجبكم. ما تنساوش الى عندكم شي تساؤل خليوه ليا في الكومنتير في التحت باش نجاوبكم عليه.